أهلا زميلي يحيى، أصب عليك وعلى السادة المشاهدين بالخير. فعلا جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها تقوم بإنشاء هذه المعامل. اليوم نحن في معمل علم السمع. طبعا للحديث أكثر عن هذا المعمل والمعامل الأخرى، يسرني أن أستضيف معي الدكتور عبد العزيز المضحي، وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها. بداية أهلا وسهلا بك دكتور، يا ليت تحدثنا عن هذا المعمل وعن المعامل التي قمت بإنشائها وأخرى. حياك الله يا مرحبا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. المعمل أنشئ الشهر الماضي في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك خالد. هو معمل أمراض التخاطب Speech Pathology Lab، يغطي جميع الاحتياجات اللي يقدمها للطلاب وخدمة الطلاب والطالبات من أمراض اللغة، أمراض النطق، أمراض التلعثم، أمراض الصوت، أمراض البلع. جميل جدا. ما هي أهداف هذا المعمل؟ الأهداف طبعا الأهداف في أهداف عندنا طويلة الأمد وفي عندنا قصيرة الأمد، لكن لو جمعنا الاثنين مع بعض راح يكون عندنا غرس المفاهيم التطبيقية للطلاب والطالبات في ذات التخصص، هذا رقم واحد. رقم اثنين إشراك الطلاب والطالبات في الدمج ما بين الأمور النظرية اللي أخذوها في المحاضرات ومع الأمور التطبيقية اللي بالمعمل. رقم ثلاثة تطبيق المعمل راح يكون نموذج بما راح يشاهدونه في المستشفيات أو العيادات اللي راح يعملون فيها قريبا بإذن الله. جميل جدا دكتور، أشوف العديد من الأدوات لديكم في هذا المعمل، يليت تتحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن بعض المحتويات لهذا المعمل. صحيح، عندنا في المعمل هذا، طبعا المعمل هذا راح ينقسم إلى 5 أقسام مثل ما أسلفت قبل شوي. راح يكون هنا نغطي في الجزء هذا أمراض اللغة عندنا تنقسم لأمراض لغة تعبيرية، أمراض لغة استيعابية، أمراض في اللغة في الأصوات، في تراكيب الكلمة، في المعنى، في فهم الكلمة، في سرد القصة. كل هذه يشكو منها اللي يعاني من مشكلة في اضطرابات التخاطب. طبعا لما نقول مشكلة في اضطرابات التخاطب ممكن يكون من عمره بالساعات إلى يتجاوز 100، ممكن يعاني أي مشكلة. ممكن تكون مشكلة مباشرة، يعني مثلا واحد عنده مثلا مشكلة في مثلا نطق حرف معين أو صوت معين، أو مشكلة جراء مشكلة أخرى، مثلا يكون عنده مثلا جلطة لا قدر الله أو ورم في الرأس يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مكتسبات اللغة، سواء كانت اللغة التعبيرية أو اللغة الاستيعابية. جميل جدا. طبعا هذه الأدوات التي تقوم بشرحها أو العمل عليها أمام طلبة الجامعة، يليت تحدثنا بس عن بعض النماذج الموجودة لديك في المعمل. صحيح، مثلا أنت لما تنظر للكأس هذا بتشوفه كأس عادي بلاستيك عادي، لكن أنا بالنسبة لي أستخدمه كمثال في كلمة مثلا لما نشرح موضوع المورفولوجي، تمام، اللي هو له علاقة بالتأنيث والتذكير. لما أقول الولد يشرب يختلف لما البنت تشرب، فيشرب تشرب هنا مختلفة. لاحظ أن الروت نفسها الجذر نفسه حق الكلمة شربة، لكن لما أضيف عليه بس حرف أو صوت واحد ياء ولا تاء يختلف تماما في مسألة التأنيث والتذكير. فيعطيه هذا الشيء أو هذا المثال، هذا هو اللي راح يستخدم في العيادة، هذا راح يكون نموذج كامل لما سوف يستخدم في العيادة إن شاء الله أو في المستشفى قريبا بإذن الله. جميل جدا. ماذا عن باقي الأدوات؟ هنا أشوف هذه كلها المختصة في أمراض اللغة. طبعا ما بين كل مشكلة أخرى دائما نحب نضع الدمى أو التمثال الحنجرة هذا مثلا، على أساس أنه يكون راسخ فيما للربط ما بين الأمور النظرية في وسط المحاضرة وما بين الأمور العملية. هذا تمثال الحنجرة على أساس أنه يعرف بالضبط إيش معنى هذه، إيش العضلة هذه، إيش المسمى حقها هذه، فإنه يعرف بالضبط أنه يربط، يكون الربط دقيق في ما يكون ما بين النظري والعملي. كل اللي أنت تشوف هذه مثلا هنا Test of Narrative Language، هذا في استخدام اللغة السرد القصصي. طبعا أنت تعرف الحين أنا جالس أسرد قصصيا، فهذا يهمني، هل الطفل ولا الكبير هل يقدر يعني يقول جملة ولا يقول مثلا قصة مثلا من 4 كلمات 5 كلمات 6 كلمات أو أقل أو أكثر. كذا أشوف مفرداته وأشوف يعني هل هو قادر على السرد في الحديث أو لا.
هنا طبعا كلها ترى اختبارات تقييم واختبارات تشخيص واختبارات كمان علاج. ننتقل من مجموعة اللغة أو أمراض اللغة إلى مجموعة أمراض النطق. هنا مثلا في الصور هذه لازم نختبر الطفل الصغير وحتى الكبير مع اختلاف الجنسين، ممكن يكون أنثى ممكن يكون ذكر. نعم، الاختلاف أو الاختبار هذا راح يكون في مخارج الحروف، مع ملاحظة أنه الحرف كلما كتب والصوت كلما نطق. فأنا لما أتكلم الآن هذه أصوات، أصوات مجمعة في بعض تشكلت كلمات، والكلمات تشكل على شكل جمل. تخيل عندك طفل صغير يقول يستبدل حرف الراء باللاء، تمام، أو حرف اللاء بالراء، يقول مثلا بدل ما يقول سيارة يقول سيالة. هنا في إشكالية، هل هو نطق صحيح ولا هو نطق صحيح؟ بس أنا كيف أعرف؟ الراء جاي في نصف الكلمة، ما جاء لا في بدايتها ولا في نهايتها. لذلك أنا في الاختبارات هذه حقة التقييم أنا أعرض للطفل، تمام، أو أعرض طبعا للطلاب والطالبات كيف يعملون أو كيف يشخصون أو يقيمون مخارج، نعم، مخارج الأصوات بالنسبة للطفل. جميل جدا. بالنسبة للأجهزة أنا أشوف هنا بعض الأجهزة. طيب أنا بعطيك الأجهزة، بس آخر هنا آخر نقطة هنا موضوع التأتع أو موضوع التلعثم. هذه هي الاختبارات حقة الموضوع، اختبارات طبعا مقننة نعرضها لطلابنا وطالباتنا على أساس لما يروح للعيادة أو يروحوا للمستشفى يعرف بالضبط مسألة التقييم والتشخيص. بمعنى أنه دائما حين نذكر الطلاب والطالبات أنه الحكم لابد يكون مبني على أسس وعلى براهين علمية. مثلا ما أقدر أنا والله يجيني مريض والله يقول أن عندك أنت مشكلة متوسطة، ولا أنت عندك مشكلة خفيفة، ولا مشكلة شديدة جدا. طيب على أي أساس؟ لازم أنا أعرف بالضبط، مبنية على أرقام ومبنية على عينة كلامية أنا سحبتها من المصاب بمشكلة التأتة وبعدها عرضتها على الاختبار هذا وطلع لي النتيجة. جميل، يعني كل هذه اللي أمامنا نشوفها من المساعدات الرئيسية أو الأدوات الرئيسية لطلبتكم لاكتشاف أو لفحص المرضى مستقبلا. يعني بلا شك هذه أدوات تقييم وتشخيص وعلاج ومتابعة كمان، بس بدي أصحح بس مفهوم أنه دائما نطلق على مراجعينا اسم مراجعين وليس مرضى، لأنه في فرق ما بين المريض وما بين المريض اللي يعني له علاقة بالأمور العلاجية، بالأمور الإجرائية، بالأمور الجراحية. إحنا جلسات ما نقدم إلا جلسات علاجية، وهذا هو اللي نعمل عليه في تخصص أمراض التخاطب. جميل جدا. طيب الأجهزة، الجهاز الأول هذا جهاز الخنف أو قياس الخنف، بحيث أن الخنف دائما عندنا في مخارج الأصوات لابد يكون الهواء الخارج من الفم يشكل ثلثين من نسبة الهواء، واللي خارج من الأنف يشكل الثلث. طيب لو عندنا مثلا أحد يتكلم مثلا نسبة الهواء أنه الخارجة من الأنف أكثر من الفم، هنا بيكون وضوح الكلام غير واضح. طيب كيف نقيسه؟ حنا نقيسه بالجهاز هذا، طبعا هو راح يكون مشبوك عن طريق الكمبيوتر، تمام، هذا الجهاز والكمبيوتر. نخلي المراجع عندنا يمسك الجهاز هذا بالشكل هذا. طبعا لاحظ هنا فيه مايك لتسجيل الصوت الخارج من الفم، وهنا مايك لتسجيل الصوت الخارج من الأنف والهواء كذلك. بعدها يحطها بالشكل هذا، ثم نطلب منه مهام معينة. ممتاز. المهام هذا في حروف الصفير، في حروف الحروف اللي الخارجة من الأنف والحروف الخارجة من الفم، مثل لما نقول ناء، الناء مشترك، ماء مشترك، بس لما نقول كاء ما هو مشترك ما بين الفم وما بين الأنف. هذا بالنسبة للجهاز الأول. الجهاز الثاني اسمه فيزيبيتش، يقيس طبقات الصوت ويعطيك أو يحلل لك الصوت ويعطيك والله هل الصوت هذا طبيعي ولا غير طبيعي. تمر علينا حالات كثيرة أو مراجعين كثير، مثلا رجل عمره مثلا 30 سنة لكن الصوت يكون صوت طفولي، تمام، قديش هو طفولي؟ لازم عن طريق الجهاز هذا حنا نحلل صوته. أو يجيك طفل صغير، زين، هو طفل صغير يعني ما تعد عمره 10 سنوات لكن صوته رجولي، نبغى نشوف بالضبط كيف طبقات الصوت حقته ونحلل الصوت. كذلك اختلاف الجنس، كذلك مرأة مثلا نقول لما نسجل صوتها خشونة، اي نعم، يعني بالمعنى الدارج صوتها خشن، لكن حنا نشوفها والله صوتها في اللو بيتش، تمام، دائما الأنثى أنه دائما يكون صوتها في الهاي بيتش ما هو في اللو بيتش. اللو بيتش مخصصة للرجال. نعم. جميل جميل. وطبعا
هذه الأجهزة المتوفرة؟ الجهاز هذا تقريبا هذا الجهاز هو جهاز استروبوسكوب مخصص لأمراض البلع ومخصص لأمراض الصوت، مع ملاحظة أني قلت هنا أمراض وهناك أقول أعراض، في فرق ما بين المرض وما بين العرض. العرض إيه نعم، العرض لا يستدعي، العرض لا يستدعي إلى تدخل دوائي أو تدخل، لا إحنا في مجال طبي يعني تدخل طبي إيه نعم، لكن ما يستدعي تدخل مثلا إجرائي أو جراحي. لكن الأمراض مثل البلع مثل الصوت لا تستدعي التدخل الدوائي ربما العلاجي أو الجراحي، ممكن يكون مثلا حبوب مثلا أو في الثنايا الصوتية أو في الأوتار الصوتية، راح لازم ما تحل المشكلة إلا بالعملية الجراحية. نعم، هذا الجهاز اسمه استروبوسكوب، بس لو أشرح لك إياه بس على شكل على وجه السرعة. طبعا هذا نور الهالوجين، لو تشوف الصورة هنا وتشوف قديش دقته، هذا هو اللي يدخل في فم المريض. ممتاز. بعدها خلينا نشوف قديش الدقة حقت الوضوح، يبين لنا الأوتار الصوتية، يبين لنا التجويفات الموجودة، يبين لنا كذلك هل يوجد فيه أورام، يوجد فيه نتاءات طبيعية أو غير طبيعية موجودة في الفم المريض. جميل جدا، شكرا دكتور، شكرا لك وموفقين إن شاء الله. إذا زميلي يحيى، العديد من الأدوات، العديد من التجهيزات والإمكانيات الكبيرة جدا في هذا المعمل لتجهيز أبنائنا الطلاب خريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية في أبها. هذا كل ما لدي في هذا المعمل. الصوت الصورة لك زميلي يحيى. زميل عثمان بن مرشد، جزيل الشكر لك ويعطيك العافية.